حبيبي عامل لك ايه؟ بقالك فترة غايب عني، قلت اجي اطمن عليك. وحشني. ويلكم. أنا بقيتش فاهمك ولا عارف حاجة. في الأول تتهم التلات عيال، وبعد كده تبعت تدافع عنهم. أوعى تكون فاكر مش عارف إن المحامي اللي اسمه أشرف ده تبعك. أنا فاهم إنك عارف كل حاجة. ما تقولي أنت بتعمل إيه بالظبط يا عادل؟ تعال. ازيك يا عادل؟ عامل ايه؟ ماشي. بص يا عادل، محدش هيريحني غيرك. مها بتقولي ما حصلش حاجة من اللي في بالي، بتقولي محدش لمسها. قولي مين اللي صح؟ انت لسه فاكر يا حبيبي؟ انسى بقى، انسى واحمد ربنا على نعمة النسيان كده. عادل، عادل يا حبيبي، بص لي أرجوك. أنا حاسس إن أنا في جحيم. ليه؟ اللي ليه؟ أنا حاسس نفسي بموت. مراتي حبيبتي، أنا مش قادر أبص في عينين الناس، مش قادر. وأنت أكتر واحد عارف أنا بحبها قد إيه، مش عارف أطلقها. أرجوك ريحني. ياه، ده انت جواك بني آدم اهو بتحس. امال بقيت وسخ كده امتى وازاي؟ كده ده سيدي متصور عليه الحادثة بتاعت مراتك، تقدمه في المحكمة، دليل إدانة ضد العيال، والطالب بإعدامهم. وانت عارف ليه هم يستاهلوا الإعدام. ايوه بس انا مش فاهم السيدي ده في ايه يعني هم عملوا اعتدوا ولا عملوا ايه؟ قول لي ارجوك اشرح لي، انا مش فاهم حاجه. اهرب من قلبي اروح على فين؟ ليالينا الحلوه في كل مكان. عادل مش كده، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل.